ماشي نكمل. بعد كده في الصفحة اللي بعدها في عندنا تمرين، تمام؟ ده تمرين هيرين استماع. هنسمع الجيش بريش المحادثة، هنختار بقى كل نقطة. أول نقطة: باربارا أند ماركوس زين جيشين ولا فيرهايراتت؟ هل هم مطلقين ولا متزوجين؟ زي هابن كاين كيندر ولا زي هابن سفاي كيندر؟ هل عندهم طفلين ولا ما عندهمش أطفال؟ كاين كيندر يعني ما فيش أطفال، كيندر دي جمع كلمة كيند يعني كيند، تمام؟ اللي هو أين كيند يعني طفل، تمام؟ سفاي كيندر في الديالوج اللي تحت ده، سفاي كيندر اللي هو طفلين، تمام؟ يعني كيندر دي جمع كلمة كيند، تمام؟ كاين كيندر يعني ما فيش أطفال، تمام؟ فهنشوف التانية: زي هابن كاين كيندر ولا سفاي كيندر؟ زي ليبن سوزامن ولا نيش سوزامن؟ يعني هل هم بيعيشوا مع بعض ولا مش بيعيشوا مع بعض، تمام؟ فهنسمع الأوديو ونحل الثلاث جمل دول، تمام؟ Aufgabe 3b. Test? Test? So, bitte. Hallo. Mein Name ist Markus Bäuerlein. Ich heiße Barbara Meinhardt. Meinhardt Bäuerlein. Wie bitte? Barbara Meinhardt Bäuerlein. Sie heißt Meinhardt Bäuerlein. Wir sind verheiratet. Wir leben nicht zusammen. Wir sind nicht geschieden. Und wir haben zwei Kinder. Wir leben getrennt. Die Kinder und ich, wir leben in Köln. Er wohnt in Bonn. Aha, danke. Vielen Dank. Na, schaut mal, kommt ihr? Aufgabe 3b. Test? Test? So, bitte. Hallo. Mein Name ist Markus Bäuerlein. Ich heiße Barbara Meinhardt. Meinhardt Bäuerlein. Wie bitte? Barbara Meinhardt Bäuerlein. Sie heißt Meinhardt Bäuerlein. Wir sind verheiratet. Wir leben nicht zusammen. Wir sind nicht geschieden. Und wir haben zwei Kinder. Wir leben getrennt. Die Kinder und ich, wir leben in Köln. Er wohnt in Bonn. Aha, danke. Vielen Dank. Tamam, tamam. Tamam, nigi nhal. Awwal wahda Amira. Tfaddal iqri. Wir heiraten. Wir heiraten. Wir heiraten. Verheiratet. تمام، ابدا ايه دي صح؟ Verheiratet. تمام. الثانية حسن. الثانية نعم اسمعني. لا مش سامعك، كرر. لا بنشت اسم زامن. انت رحت للثالثة، انا عايز الثانية. كاين كندا. سفاي كندر اللي هي دي صح؟ نعم سفاي كندا. تمام الثالثة. لا بنشت اسم زامن. مش سوزامن، تمام. هما دول بس، دي جشيدن مش فهيرات، وقال نشت فهيرات، تمام. يعني معنى كده ان انهم جشيدن، تمام.
بس تقصد قال نشت بر قصدك أول واحدة لأنه لفاها فتصير أول إجابة على إدريس. أول واحدة قشيدن هي دي مش دي. تمام. بعد كده في رقم C في عندنا ثلاث أفعال مهمين وكل فعل بيجي معاه زي ما تقول كده حرف جر. تمام. ف ثلاث أفعال دول هما wohnen in أو leben in الاثنين زي بعض wohnen in اللي هو بيسكن فيه. تمام. اللي هو ده wohnen in يسكن فيه. arbeiten als يعمل ك kommen aus يأتي من. تمام. يأتي من أو وكان جنسيته كذا. تمام. أو وأصله كذا. تمام. فبونن إن يعني يسكن فيه. أرباتن أرس يعمل ك كومن إن يعني يأتي من. تمام. وهو هنا كان بيكلم على اثنين كانوا جم في المحادثة بس هابن سبين والنادين جمانزام. جمانزام يعني مشترك. هما إيه معهم مشترك سبين والنادين. تمام. فهو المشترك ما بينهم زيبونن إن برلين الاثنين ساكنين في برلين. تمام. احنا المره اللي فاتت كنا اخذنا الضمائر اللي هو دو او ايش انا دو اللي هو انت اير وزي اللي هو هو وهي. تمام. دلوقتي في عندنا ضمائر الجمع. تمام. اللي هو ضمير فير اللي هو نحن اير اللي هو انتم زي اللي هو هم. تمام. يبقى زي لغايه دلوقتي ليها ثلاث معاني معنا معنى اللي هو هي ومعنى اللي هو هم ومعنى اللي هو حضرتك أو حضرتك. تمام. فدلوقتي الثلاث ضمائر دول تصريفاتهم بتكون عاملة ازاي؟ تصريفاتهم بتكون EN مع VIA و AN برضو مع Z. AIR بتاخد النهاية اللي هي T زي WONEN WONEN WERE WONEN AIR WONT Z WONEN. هنا أربايتن برضو مع الإير بيختلف برضو بيتحط له إيه هنا. تمام. زين اللي هو فعل يكون ده عارفين إن هو يعتبر مش منتظم فبيكون تصريفاته مختلفة اللي هو فيرزين. تمام. هنا ومع زي. تمام. ومع إير بيبقى إير زايد. تمام. هابن ده تصريفاته برضو عادية مع الثلاث ضمائر دول. تمام. بقى احنا دلوقتي لغايه دلوقتي اخذنا الضمائر كلها ضمائر المفرد وضمائر الجمع. من المفرد اخذنا المره اللي فاتت ضمائر الجمع اخذناها من المره دي. تمام. في حد عنده اسئله لغايه دلوقتي؟ لا. تمام. امير عندك اي اسئله؟ لا ما فيش. تمام. تمام. هنكتفي بهذا القدر النهاردة. تمام. والمرة الجاية إن شاء الله هنكمل هناخد الأرقام وهناخد إزاي نتكلم عن السن. تمام. 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 حاول تذكروا اللي أخدناه كويس واللي كانت اللي كان ناقصه حاجة من الدرس اللي فات ياريت يكملها علشان ندخل الدرس الجاي وكل حاجة. تمام إن شاء الله. تمام. في حد عنده أي أسئلة قبل ما أقفل؟ أنا عندي أسئلة. تفضل. النقطة بتاع الكلمات دي والأفعال والوظائف. ما فين؟ هتلاقيها فين؟ تمام. هي مش موجودة عندكم في الكتاب بس أنا الأوديو هبعته لكم بحيث التصحيحات اللي أنا قلتها لكم تكون واضحة. أنا هنطقها تاني دلوقتي بحيث إنها توصل لكم برضو على بعضها. تمام؟ تمام. تمام. يعني كده. إنجينير، ميشاترونيكا، شاوشبيلا، ستودنت، جورناليستن، فريزيرين، أرشيتكتن، زكريتيرين، إرستن، ليرا،
Verkäufer, Kellnerin. تمام؟ تمام. عندك أسئلة تانية؟ لا خلاص تمام. ميعاد المحاضرة الجاية؟ معنا محاضرة ممكن نخليها يوم الأربعاء؟ يوم الأربعاء على الساعة 7:30 أو 8 كده إن شاء الله. تمام. شكرا جدا. شكرا مرة جاية إن شاء الله.